أهلا بكم مشاهدينا في تغطية جديدة، هنستعرض لحضراتكم آخر تحديثات لأسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا. ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات هي الأعلى منذ عدة سنوات بعد تصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، والتي عززت توقعات رفع حاد الأسعار لأسعار الفائدة، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة جديدة هي الأعلى في 20 عاما، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حائز العملات الأخرى. وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4% للمرة الأولى منذ عام 2010. وقال تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، وجيمس بولارد نظيره في سانت لويس، ونيل كاشكاري في مينابوليس أن البنك المركزي الأمريكي تعهد بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع. ووضح إيفانز أن المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح ما بين 4.50% و4.75% على المستوى المحلي. استقرت أسعار صرف الدولار في بداية تعاملاته أمس الثلاثاء في البنوك المصرية، وسجل على سعر الشراء اليوم 19.51 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر إيران للتنمية. وعن آخر تحديثات لأسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، فسجل سعر الدولار في بنوك البركة، بلوم، قناة السويس، المشرق، الكويت الوطني 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي المصري 19.45 جنيه للشراء و 19.56 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك فيصل الإسلامية وبنك مصر والعربي الإفريقي الدولي 19.46 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقطر الوطني 19.47 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع، وسجل في بنوك العقارية المصري العربي التجاري الدولي الأهلي المتحد والمصرف المتحد 19.48 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. أما عن سعر الدولار في بنك الأسكندرية فبلغ 19.49 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية 19.51 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع. أما عن أسعار الذهب اليوم فشهدت تراجعا جديدا تزامنا مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفقا لتقارير عالمية نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1624.12 دولار الأوقية الأونصة. وقال إيليا سيبفاك المحلل الاستراتيجي للعملات أن هناك توقعات لرفع أكبر لأسعار الفائدة، ودولار أمريكي قوي وأسعار فائدة حقيقية أعلى، ولا شيء من ذلك يبشر بالخير بالنسبة للذهب. وارتفاع مؤشر الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائز العملات الأخرى. ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات. وعلى المستوى المحلي هبطت أسعار الذهب، وجاء متوسط الأسعار اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي. سجل سعر جرام الذهب عيار 24281 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21121 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18960 جنيها، وعيار 14 سجل 749 جنيها للجرام. بينما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 8600
8968 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب 1621.5 دولار. وتسجل أسعار الذهب بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 5 و10% من سعر جرام الذهب. وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة في قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. وبكده تكون انتهت تخطيطنا، بشكر حضرتكم وإلى اللقاء.